معلش شتتها، ممكن بس تسيبيني لوحدنا شوية؟ أحسن برضو، اتفضلي. ازيك يا هون؟ قصرت معاك في ايه؟ لا انت ما قصرتيش، بالعكس انت عامله اللي عليك اكتر، بس انا اللي في حاجات محتاجه. ايه اللي كان ناقصك؟ ده انا كنت شغاله لك خدامه، ما بعملش في حياتي حاجه غيرك انت وولادك، ما بحبش حد قدك. لما ما كانش معاك فلوس صبرت وعمري ما اشتكيت، ولما بقى معاك فلوس عمري ما طلبت حاجة لنفسي. ولادك ربيتهم أحسن تربية، وكنت بتيجي تلاقي كل حاجتك متحضرة. الحياة مش أكل وشرب يا هون، حاجات محتاجها. اتجوزت عصمة الله ورسوله، ما عملتش حاجة غلط. اسكت خالص، ما تتكلمش، ده أنا حرمت نفسي من كل حاجة علشانك، ضحيت بكل حاجة. ألم الروش كنت بستخسره في نفسي، كنت بفضل ألبس لبسي سنين وسنين عشان ما أكلفكش أي حاجة. اللي انت عملته ده ملوش علاقة بيا، ده ليه علاقة بيك انت. سارة دي خطيبتك الأولانية اللي انت فهمتني انك سبتها، وده طبعا ما حصلش، هي اللي سابتك واتجوزت واحد تاني. بس ازاي؟ ما انا عارفاه كويس، اي حاجة تضيع منك بالغصب تبقى هتتجنن عشان ترجعها تاني، حتى لو هتزهق منها وترميها بعد شوية، ومش بعيد ده يحصل. بس على الأقل هي ما طلعتش هبلة زي، عرفت تأمن نفسها كويس. أنا مش هلومك على الكلام ده عشان مقدر الصدمة اللي أنت فيها، بس أنت عارفة إني بحبك. طلقني يا أحمد وخلينا ننهيها بالمعروف أحسن. طلقني يا أحمد عشان ما ندخلش المحاكم. أنا بحبك، مش عارف أطلقك، ما كانش عشان أنا، عشان العيال حتى، ممكن على الشقة والله هيجيب لك أحسن منها. ما توعدنيش بحاجة تانية، لأن عمري ما هصدقك. أنا قلت اللي عندي، طالما مش هعرف أطلقك. لما ترجعي شقة شبرا بكلميني. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتشت، ما تخليش حاجة تفوتك.